طنجة وبالضبط بملعبها الكبير لنتابع المباراة التي تجمع بعد لحظات ما بين فريق اتحاد طنجة وكذلك فريق أولمبيك خريبكا برسم الجولة 18. فريق اتحاد طنجة يحتل الرتبة 10 ب 21 نقطة وفريق أولمبيك خريبكا الرتبة 13 ب 19 نقطة. يعني إذا على بركة الله أعطيت الانطلاقة فريق حسنية بعد هذه المحافظة. أوه تسديدة كانت قوية ما مشاتش بعيد. 9 أهداف تبعوا الآن هذه محاولة أكسل ماي الآن يبحث عن تسديدة لأكسل ماي ومحمد فرني. محمد فرني يتدخل بشكل جيد. والحكم كيقول ضربة خطأ خلال هذا اللحظة. طرفين وتوفيق إجرة يسدد. كان يبحث توفيق إجرة عن هذا الانفراد وهذا الانسلال من خلال هذه المباراة. التسديدة أسامة الحفاري يسجل هدف ولا أروع. هدف أعتبره الأجمل خلال هذه الدورة. تسديدة لا تسد ولا ترد ويبدو بأن الرياح فعلتها جديد. وهجمة لفريق اتحاد طنجة خطيرة. يبدو بأن الأفراح ستكون قوية هناك بمدينة خريبكا. وضربة خطأ المحاولة إذن تعود الآن محاولة. تسديدة قوية أكسل ماي اتحاد طنجة الذي يضغط توفيق إجرة لكن الحكم يرفع رأي بالفعل. كان هناك تجاوزت حكم المساعد الأول يرفع الراية. متابعة التسديدة حمودان كاد أن يغير من نتيجة هذه المباراة من خلال هذه اللحظات. حمود يتراجع وبالتالي سيستمر في الضغط. خطيرة جدا خطيرة هذه المحاولة ولكن تمر جانبا. إذا دائما طريق وليد بن شريفة يمر الفتيجة أغبوني مع كوناتي. نتابع الآن هذه محاولة تستحق. إذا نتابع وضربة خطأ من خلال هذه اللقطة والمحاولة الأخيرة. زكريا وتعود الآن مرة أخرى. من خلال اللحظات الحكم السيد أشداد يعلن عن نهاية هذه الجولة الأولى وعلى أن يعد الخطأ فادح في التمرير. خطأ فادح في التمرير وفريق اتحاد طنجة أتيحت له محاولة تعديل الكف. زهير الهاشمي ما كانش هناك تسلل وبالتالي صعود العقدي. ضربة راسية محمد وليد بشريفة خطيرة جدا خطيرة. لا شيء يقول الحكم. تعود أغبوني يسدد. تسديدة كانت قوية. حاتم الوهابي ويتغير الاتجاه. محاولة كانت خطيرة لفريق خطيرة دي المحاولة وتدخل كوناتي يتدخل بشكل جيد. كرة عالية خطيرة جدا. أغبوني فقد توازنه لو لم يفقد توازنه. التحضير خطيرة جدا. أكسل ماي ولم يكن. لا يوسف بن علي يغير اتجاه ويبحث الآن عن التسديد ويفتح ممر. ولكن تسديدة الوهابي بعيدة وغير موفقة. العمليات لسيكايون كابيلو سيبحث عن التسديد. يسدد لكن في التغطية بعد المحاولة.
وتصدي فرني كان حاضر من خلال هذه اللقطة. وهذه النتيجة النهائية نتابع الآن. هذه محاولة فعلها كابيلو سيكايونغ ولوسيكا تتنفس السعداء وتؤمن النتيجة وتؤمن ثلاث نقاط. إذن فريق أولمبيك خريبكا يحسم في هذه الدقائق. وبالتالي بعد أن تدرب الدولي المغربي سفياني بفال بشكل انفرادي مع المعد البدني أمس الإربعاء، عاد ليتوقف اليوم خلال التداريب التي جرت صباح اليوم مع مجموعة نادي أونجي الفرنسي بداعي أصابة تلقاها مع أحد زملائه في حصص موران بداية الأسبوع، ولم يكمل بوفال حصة اليوم وغادر للمستودع مرفوقا بالمروض البدني للفريق. ومن المنتظر أن يكشف الفريق الطبي عن مدى الإصابة لمعرفة ما إذا كان سيشارك ظهيرة لاحد المقبل في قمة نيس.